كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. الماس الأسود وهو إحدى أنواع الألماس الطبيعي الذي لطالما اعتبر ملك الأحجار الكريمة منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، حيث أكد على استحقاق هذا اللقب عدة عوامل تشمل صلابته الاستثنائية وألوانه الرائعة، كما أن هناك الكثير من الأساطير تحكى حول هذا الحجر وهو أساس قصة السندباد البحري. إلى جانب ذلك، في العصور القديمة كان يعتقد أن الألماس يستخرج حقا بمساعدة النسور العملاقة، وتحتل أحجار الألماس مركز خاص جدا ومميز بين سائر الأحجار الكريمة. ومن المثير للدهشة أن أحجار الألماس لا تقتصر على كونها شفافة ذات ألوان الشفافة خاصة اللون الأبيض، ولكن تتواجد أيضا في الطبيعة بألوان أخرى مثل الوردي والأصفر والبني وحتى حجر الألماس الأسود. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.